طيب ميدو أشرف بيقول: لو سمحت يا دكتور، أنا ضغطي واطي بشكل دائم، يعني 70/100. تمام. في أغلب الأوقات تعرضت لظروف قاسية نتج عنها حالة نفسية شديدة واكتئاب وقلق، فأنا محتاج علاج للحالة دي وما يكونش يأثر على الضغط، يعني يوطي الضغط أكتر. هو بالنسبة لموضوع المهدئ أو الحاجة الاكتئاب اللي ممكن نقدر نقولها الأمنة، لأن طبعا موضوع الاكتئاب ده موضوع كبير جدا لازم طبيب مختص بيه، بس الحاجة الأمنة كنا اتكلمنا عن حاجة اسمها الانتراكياس، دي مشتقة من لبن الـ من الـ من 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 اللبن بتاع الأم، حاجة أمنة جدا. ممكن الانتراكياس كيس مرة واحدة على الريق أو مرتين حتى، ما فيش أي مشكلة، ده من أأمن الحاجات. أو في كبسول اسمه صفا موت برضو، حاجة أمنة، حاجة عشبية ما فيش فيها مشاكل. بالنسبة لموضوع الضغط، احنا بننصحه أن يشرب سوائل كتير بدون سكر، ده بتظبط الموضوع. يهتم بعصير الجزر مع عسل النحل، قلناه في حلقة سابقة، جميل جدا في 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 تظبيط الضغط أو رفع الضغط، بعيد عن الأدوية يعني. العرقسوس لو هو ما عندوش مشاكل في الكلى، من أسرع الحاجات على الإطلاق اللي بترفع الضغط. وعلى فكرة الكركديه السخن مش بيرفع الضغط ولا حاجة يعني، هو احنا اتكلمنا قبل كده في حلقة ملوش دعوة، اصل في ناس بتقول لا خلاص البارد بيقلل يبقى السخن بيرفع، لا السخن ملوش دعوة. انت خليك بس في العرقسوس، خليك في العصير الجزر مع العسل النحل، ده جميل جدا. وبرده زي ما قلنا المشروبات بصفة عامة، الحاجات المخللات، الكلام ده كله ان شاء الله.